أنا أقول هذا هو دوري ويجري نقبل التضحية من أجله، وأنا ماشي في الاتجاه هذا إلى أن يرك الله الأرض وما عليها وخير الوارثين، وإلى جي الأجل وهذا يراه الناس تنسى أن يراه الموت في الدنيا، وهذا الحياة والموت بيد المولى سبحانه وتعالى، فهمت ولا لا؟ وإحنا إذا كان ربي يعطيني يعني الصحة كما الآن توا، وثانيا يعطيني العمر، يعني من هنا إن شاء الله نأخر 2019 الباقي اللي وعدت به نكمله.